وفي الحقيقة على مدى أكتر من 7 عقود متواصلة، الدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية لم يتراجع أبدا في دعم أشقائنا الفلسطينيين، بداية من الدفاع عن الأراضي الفلسطينية في حرب 48 وصولا إلى الجهود المتواصلة من أجل السلام ومن أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني. الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية له مواقف مشرفة، بداية من الدفاع عن الأراضي الفلسطينية في حرب عام 1948 وصولاً إلى الجهود المتواصلة من أجل السلام والتي ظهرت في الوساطة المصرية وتحقيق الهدنة لأكثر من مرة على مدار السنوات الماضية. تضحيات المصريين بأرواحهم بدأت عندما كانت القوات المصرية في مقدمة الجيوش العربية للدفاع عن الأراضي الفلسطينية عام 48، وكانت القوات المصرية أكبر الجيوش العربية لمواجهة الميليشيات الصهيونية وقتها. وفي مايو عام 1964 دعمت مصر جهود إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية التي بدأت في قمة أنشاص الطارئة، عندما اقترحت مصر إنشاء المنظمة وأيدتها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني حتى يستطيع الفلسطينيون عرض قضيتهم بأنفسهم في المحافل الدولية. وفي نوفمبر عام 1973 حصلت منظمة التحرير على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني خلال مؤتمر القمة العربية السادس في دولة الجزائر، وجاء ذلك بعد جهود قوية من مصر استطاعت خلالها الحصول على اعتراف كامل بالمنظمة. وفي الدورة 30 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي سبق وأن انعقدت في شهر أكتوبر عام 1975 وبناء على اقتراح مصري، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كل الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط. كما شاركت مصر أيضاً في التوقيع على اتفاق أوسلو في شهر سبتمبر عام 93 الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني وإسرائيل، وجاء بالاتفاق أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات تؤدي إلى تسوية نهائية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي. وعلى مدار السنوات الماضية لم تهدأ مصر عن تقديم يد المساعدة، وراحت تكثف جهودها الإنسانية وفتحت معبر رفح البري وأدخلت من خلاله المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة. وخلال معارك مايو عام 2021 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح أبواب المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الجبان على قطاع غزة لعلاجهم في مصر، وأرسلت مصر حينها أطناناً من الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل دعم المصابين في قطاع غزة. وفي هذه الفترة كثفت مصر استعدادات مستشفياتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين، وتم تعزيز المستشفيات بأكياس الدم في إقليم القناة ووحدات البلازما، كما تم تجهيز مستشفيات بئر العبد النموذجي والعريش العام والشيخ زويد المركزي بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين من فلسطين عبر معبر رفح البري. ومع تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع كانت مصر من أوائل الدول التي أرسلت المساعدات لأهالي غزة عبر معبر رفح، واستخدمت أيضاً مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتم تخصيص فريقاً من شباب متطوعين من الهلال الأحمر المصري يقومون على مدار الساعة بمهامهم التطوعية بالمساعدة والتفريغ للشحنات من الطائرات وإعادة نقلها وتخزينها في منطقة جمع المساعدات.